بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اليوم في هذا البرنامج في هذا المكان، الاخوان في وزارة الاعلام رتبوا لنا كل شيء كل شيء والحمد لله. نبي بس نقول طيب، انا بيتكلم، انا عرفتوني مقدم برامج بس بديت معلق رياضي، ومن اللي كنت أحب أتابعه وأسمعه كنت طالب في القاهرة في الستينات 67 أدرس مع حلوان، كان الكابتن محمد لطيف معروف المعلق العربي الأوحد اللي كان ما حد يعني لو فتحت التلفزيون الآن ما راح تلقون مثل الكابتن عنضي. أنا كنت أتمنى أصير كابتن محمد لطيف، مو سهل، هذا الرجل خبير عليم، له إمكانية، له تاريخ، فكنت أتمنى أصير مثله. وأنا شاب توني صغير في معهد التربية البدنية سنة أولى، فأخذ زملائي اللي معاي ساكنين، كنا في حلوان ندرس في القاهرة مع الدكتور أحمد السرهيد، معي علي السبتي، معي حسين مكي، معي زملاء روحون يدرسون، نروح المعهد الصبح في حلوان ونرجع، وأنا كان عندي سيارة تاونس، فأركبهم السيارة وأتعلم فيهم التعليق، أكون سامع أمس الكابتن لطيف ولا سامع معلق من آخرين وأجرب فيهم. قلت لهم أنا راح أكون إن شاء الله إذا ربنا أراد معلق في دولة الكويت، وراح أتمنى أني أكون مثل الكابتن لطيف. كابتن لطيف رجل تاريخ، رجل الله يرحمه، كنت أتمنى أصير مثله، طبعاً ممكن أصير مثله، لكن حبيت أني أختار الطريق اللي فيه كابتن لطيف وكيف أصير معلق أقنع الجماهير الكروية. وبديت والله وقلت بعض الكلمات، الكرة مدورة، مرة تروح قدام مرة ترجع ورا، وبعض الكلمات اللي فيها شيق الجماهير المباريات، وبديت أحط الإفيهات اللي يستانسون الجمهور منها، وبالفعل مشيت معاي وليه التاريخ هذا اللي أنا معاكم اليوم في تلفزيون دولة الكويت، وأنا معاكم وعندي هذه الإمكانية وعندي هذا الاستعداد. لكن بعد العمر غير، تركنا الأمر والعمر للإخوان الجدد اللي الآن ماخذين الساحة. اليوم القنوات الفضائية مالية العالم العربي والأجنبي كلها، والمعلقين الموجودين، المعلقين الشباب الجداد الله يوفقهم، الطريق لهم مرسوم، والناس اللي مسؤولين عن القنوات الرياضية يتوفر لهم كل شيء. واليوم ترى احنا ما نتعب لما نصير معلقين، لان كل شيء متوفر، مباريات متوفرة، بطولات متوفرة، وبالتالي هذا دور اخواني المعلقين الجدد اللي ان شاء الله راح نشوفهم على الساحة وياخذون طريق كبير ويتمون في هذا الميدان. طبعا انا من كنت نظم كلامي التقيت مع كابتن لطيف، طبعا كابتن لطيف رجل تاريخ، كنت انا في مصر ادرس،
فأروح وين؟ أروح نادي الأهلي، وكان ملعب مختار التتش أذكره والله هذاك المكان، وأنتظر أشوف بس وأسلم على الكابتن لطيف. التقيت معاه، لكن أنا محظوظ أثناء تولي الكويت البطولات تولى العم أحمد السعدون رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم. ذاك الوقت أنا كنت بادي يعلق، دعوا الكابتن محمد لطيف في الكويت يعمل دراسات للحكام، فجيت أنا قلت له أنا ماني حكم، أنا بس أتابع أمر الحكام لأني أنا معلق، فأبيك تساعدني كابتن لطيف معروف عنك كل بركة وكل خير وكل علم في التعليق الرياضي. والرجل فتح لي صدره وقال لي حاضر، والله حتى جلس جنبي بعض المباريات وقعد يقول لي اصعد انزل قول، يعني بيحركني وانا على الكرسي شلون تحرك مع الكرة وحرك الجماهير. فكانت توصيته لي، والحمد لله يعني اعتقد اني استفدت من هذا الرجل كثر الخير، والله يرحمه ويرحمنا معه في هذه الدنيا الواسعة. طبعا احنا لو تكلمنا يعني التعليق ترى مو سهل، هو كثير من الشباب الجاوا لهذا التعليق، وكثير من الشباب، لكن ترى التعليق له دور كبير يعني في اختيار الكلمات، في الوصف المباريات، في تجارب كثيرة عند كثير من الزملاء منهم اللي نجح واستمر. طاول فاروق بيثبتها وحيطة معمولة، جاسم يعقوب وحسين محمد وفاروق إبراهيم، وجاسم شاف الجول ويرجل شاف الجول ويرجل، جاسم يعقوب حطها يا زينك يا ربي، شلون شوف شلون، فرنسية برازيلية عرضية جول فوق راس اللاعبين، الحيطة اللي معمولة توصل الدش على رعد حمودي، جول شوفوها 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 جول جول جول. بالدرجة الأولى يعني أنا إذا بضربها في نفسي أقول أنا دخلت لما تخرجت من معهد حلوان بال67 مدرس تربية بدنية في مدرسة حولي المتوسطة مع الناظر إبراهيم الصعيدي ومع المجموعة من المدرسين التربية البدنية اللي ما خلوني أطلع من المدرسة، كنت أتمنى أصير معلق، فبالتالي ما درست أي معلق. أنا صحيح أني لعبت كرة قدم فعلق كرة القدم، مع أني رحت ورشحت من قبل الأندية كون أني رياضي وأخذت المجال الرياضي ومدرسة بدنية، رشحت في إحدى السنوات كعمل في الاتحاد الكويتي لكرة اليد، كانوا يبحثون عن الرياضيين، كان أيامها يوسف سويدان حكم دولة كرة قدم، جابر الجلاهم الله يرحمه حكم دولة كرة قدم، خالد الحربان الله يعطيه طولة العمر معلق قاضي كرة قدم، فبالتالي يعني شاركنا لأن كان اتحاد كرة القدم بالسبعينات جديد، فكانوا يبون أحد يمسك هذا الاتحاد، وأنا مسكت هذا الاتحاد لمدة 17 سنة، وأنا رئيس لهذا الاتحاد معاي المرحوم سالم اليماني ومعاي زملاء كثير، معاي من الزملاء اللي اختارهم رب العالمين ومنهم اللي عايش في هذا الوقت. إذا كنت تصير معلق لازم تكون معلق للعبة نفسها، يعني إحنا اليوم نشوف كرة اليد لها اللي يلعبها كرة اليد، كرة السلة اللي يلعبها كرة السلة، كرة القدم اللي لعبنا كرة القدم احنا في ايام السبعينات والستينات، وبالتالي لنا ان نعلق بكرة القدم، درسناها تعلمناها واستفدنا من الاوائل اللي اداروا هذه اللعبة واللي اشرفوا على هذه اللعبة واللي عضوا اصواتهم
للعالم العربي، واللي ما زال الطريق موجود وما زالت الفضائيات الآن موجودة. فبالتالي يعني أنا أقول للمعلقين الجدد الجايين وأقول حق الإخوان المسؤولين، يجب أن يكون المعلق لابد يكون له دور في هذه اللعبة اللي يعلق عليها. عسى بس ما كثرت عليكم ولا أذيتكم بالكلام، سامحوني. أنا الإخوان في تلفزيون الكويت أرادوا مني هذا العمل، وأنا حاب الشغلة هذه وحابهم وأشكرهم، ولكن الحلقة هذه خلاص، وإن شاء الله الحلقة القادمة نشوفكم على خير.